الرحيم واسمع دعائي إذا دعوتك واسمع نداء اقبل علي إذا ناجيت ما يكون مني إلى آخر عمري إلهي اعتذاري إليك اعتذار من لم يستغن عن قبول عذره فاقبل عذري يا أكرم من اعتذر إليه المسيء. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق سيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم إخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. حديثنا أيضا حول هذه المناجات الخالدة لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، هذه الشخصية الجامعة للأضداد في جوف الليل يلهج بها كذا مناجات، وأما في النهار أنتم تعرفون بطولته وشجاعته. جمعت في صفاتك الأضداد ولهذا عزت لك الأنداد. الإمام في مناجاته يشير إلى فنائية العمر في الغفلة والسهو. الإنسان المؤمن، الإنسان عموما إخواني، إن لم يعمل على تغيير واقعه واقعه لا يتغير. قرأتم في الفيزياء هذه النظرية المعروفة أن الجسم يميل إلى السكون ما لم يحرك. حجر على قمة جبل ملايين السنين على حالها، لولا العواصف والزلازل هذا الحجر بحاجة إلى محرك. مثلك أيضا هذا المثل، الإنسان الكسول المتقاعس هذا لا يتقدم في مسيرته إلى الله عز وجل. الإنسان بشكل عام في خسر، والعصر إن الإنسان لفي خسر، ولكن في خصوص مرحلة الشباب هنالك غفلة والسكر أيضا. كبير السن أيضا غافل، ولكن يتحسر على أيام شبابه على فوات الفرص، ولكن الشاب لا يلتفت إلى الفرص. فرق بينهما. الإنسان في أواخر العمر يتحسر، ولكن في أيام شبابه لا يلتفت. ولهذا إمامنا يقول: وأبليت شبابي في سكرة التباعد منك. ليست الخمرة هي التي توجب السكر فقط، المال يسكر، الجاه يسكر، والشباب أيضا، مرحلة الشباب أيضا تسكر. هذه فقرة من فقرات دعائه. أيضا صلوات الله وسلامه عليه له عبارة: انظر إلي نظر من ناديته فأجابك. القضية قضية النظرة. رب العالمين قبل نذر أم مريم، تقبل نذرها، أنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. إذن رب العالمين إذا نظر إليك عندئذ يجتبيك ويستخلصك لنفسه. دائما أو كثيرا ما عبرنا هذا التعبير: ادخل دائرة الجذب الإلهي. في مثال معاكس في جهة السلب، أعني ما
من دخل الدوامة في العاصفة لا يحتاج إلى جهد للغرق، الدوامة تدور به، يسلبه الاختيار. في عالم السلب، في عالم الشر، الدوامات هكذا. في عالم الخير أيضا دوامة اللطف الإلهي، إن دخلت الجاذبية رفعك إلى أعلى. إذن سل ربك أن ينظر إليك هذه النظرة. نحن في عالم الطبيعة هكذا نقول، لا طفرة في الطبيعة. يعني رأيتم طفلا في ليلة واحدة يصبح بالغا، ولكن في عالم الأرواح نعم يمكنك في ليلة أن تصبح بالغا، بالغا رشيدا متكاملا بعد أن كنت طفلا مراهقا في ليلة. بشر الحافي بنظرة ولائية لموسى بن جعفر عليه السلام صار بشر الحافي. الحر بن يزيد في لحظات صار من خيار الأصحاب. إذن في عالم الأرواح هناك طفرة، وهذه الطفرة متعارفة. إذا نظر إليك نظرة رفعك إلى أعلى عليين، رب العالمين في ليلة واحدة، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. النبي في ليلة واحدة رأى ما رأى، غاب الليل فرأى ما رأى. إذن هذه أيضا من الفقرات المهمة في هذا الدعاء. إلهي هب لي قلبا يدنيه منك الشوق، الذي يجعل الإنسان يتقرب إلى الله عز وجل الشوق إليه. في عبارة أخرى قال، في وقت أيقظتني لمحبتك. لولا الشوق والمحبة الإنسان يتكلف، ولهذا البعض يذهب الحج مرة واحدة يسقط التكليف. البعض يتمنى ليلة العيد أن يثبت الهلال يرتاح من ثقل الصوم، وهكذا. الإنسان المشتاق إلى ربه المحب، هذا الإنسان كما يقال يسعى سعيا حثيثا إلى درجة. إمامنا زين العابدين في مناجياته يعوذ بالله أو يستغفر الله من كل لذة بغير ذكرك، ومن كل سرور بغير قربك. الإنسان يستغفر من كل لذة بغير الأنس برب العزة والجلال. كلمة أخيرة، إلهي وألهمني ولها بذكرك إلى ذكرك. في السياق نفسه، إنسان وله بجمع المال يحتاج إلى حث. تقول له يا فلان تاجر سافر، يذهب إلى الصين إلى أبعد البلاد طلبا للمال. ولهذا قيل من همان لا يشبعان، من هما؟ طالب علم وطالب مال. كذلك الذي يسعى في طريق القرب أيضا منهوم لا يشبع. إلهي أنا من حبك جائع لا أشبع وظمآن لا أروى. إذن الإمام يعلمنا هذا الدرس، وألهمني ولها بذكرك إلى ذكرك. الذي له هذا الوله عندما يأخذ السبحة ليقول سبحان الله ليس همه آخر السبحة. ولهذا بعض المؤمنين له عادة جميلة، تعلموا هذه العادة الطيبة تنفعك إلى آخر العمر. مثلا في ليلة من الليالي يستحب أن تقول أستغفر الله وأتوب إليه. اتفاقا شهر شعبان
وشهر رجب شهر التوبة. هذا يقول أنا 100 مرة لا أشبع بلا عدد. يقول أستغفر الله وأسأله التوبة مثلاً 10 دقائق. يقول يا رب خذ منها 100 مرة مستحب هذه الليلة، والزيادة أقولها شوقاً ورغبةً لا من باب المستحب المعين. ولهذا لا يحتاج إلى السبحة، يعدها 100 مرة، إذا وصل إلى 100 يرمي السبحة جانباً، لا حاجة إلى السبحة. يقول ويقول إلى أن يبلغ 100 وزيادة تعلم هذه الطريقة من الذكر. طبعا كما قلنا تنوي العدد، قل يا رب خذها 100 مرة 1000 مرة والزائد تطوع مني، واجعل همتي في روح نجاح أسمائك. هذه الجملة من الجمل المبهمة في ختام الحديث، لا نفصل، ولكن لعل إمامنا يريد هذا المعنى، يعني يا رب لعله هكذا يريد مضامين الأسماء الحسنى، حققها في وجودي في روح نجاح أسمائك. أنت الغفور اجعلني غافرا، أنت الرحيم اجعلني رحيما بعبادك، أنت الكريم اجعلني جوادا كريما، وهكذا المؤمن الكامل من انعكست في مرآة باطنه جمال الأسماء الحسنى. إلهي بحق أوليائك وبالصالحين من عبادك اجعلنا من خواص أوليائك، حقق لنا ما طلبه منك وليك أمير المؤمنين في شهرنا هذا، عرفنا الإجابة فيما سألناك، أبلغ سلامنا إلى إمام زماننا واردد إلينا منه السلام، بلغ أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة مع الصلوات.